أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أنه بعد العرض على اللجنة التنسيقية وبناء على المستجدات والمعطيات، فقد تقرر بدءا من الأحد الموافق للرابع عشر من مارس الجاري إعادة فتح بعض القطاعات بناء على المستجدات والمعطيات الخاصة بفيروس كورونا. وأكد الفريق برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أهمية مواصلة كافة الجهود بروح الفريق الواحد للحد من انتشار الفيروس والسلالة المتحورة الجديدة، منوها بأن القرارات التي يتم اتخاذها حول فتح أو إغلاق مختلف القطاعات في مملكة البحرين تعتمد على معطيات ما يستجد حول الفيروس، مشيرا إلى أن كافة القرارات تخضع للمتابعة والدراسة بشكل دوري لتحديثها وفق مقتضيات المرحلة ومتطلباتها بما يحقق الهدف المنشود في خفض معدلات الانتشار، منوها بضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها والتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات المعنية بما يصب في تحقيق الأهداف المنشودة. ونوه الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بدور الوعي المجتمعي في الإسهام بعودة الحياة لطبيعتها من خلال التزام كافة المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وأخذ التطعيم وأخذ الحيطة والحذر لتجنب زيادة الانتشار وارتفاع عدد الحالات القائمة.